إن شاء الله ترجع أيام وأروح على المدرسة مشان أصير مثلا دكتور أو أستاذ أو مهندس إن شاء الله تجي أيام السابقة إن شاء الله يا رب. نسوي غدا يلا بيت عجل جوعان يلا. أبوي وأخواتي وأمي وأبوي بالقامشلي ما في شبكة ما بقدر أحكي معهم يعني كثير أنا مزعوج وأبوي كمان جدي كمان مرضان هو قلقانين على جدي وكسي وما في حدا هون معنا بس أنا مع جدي عم بروح ومجي معه أنا. علي ضيع 16 سنة مدرسة ضيع عمره كله كل راح بلاش يجي يعاملنا يهدينا يشيلنا يعني من كره من حياتي لو في سم بدي اشرب بس ما تهيالي السم لحتى اشرب انا موتي مثل بعضها انا عم بتأسف على علي كل أسف تبعي على علي ضيع حياته ضيع مرارته كله علي الوضع في سوريا كثير يأس يعني بالحمص وحما وكله قصف وقتل وما بعرف يعني وضع كثير مو منيح امبارح اتصل مع اهلي قال في اشتباكات قصف على المطار القامشلي وزعجنا كثير والله والوضع كثير مو منيح هلا بالقامشلي كمان ويضربوا قصف على وكثير زعجنا والله بكينا